اقعد معاك دقيقة هيفقسك يا ابني. قول لي فين الفلوس؟ هو قال لي ان هو مخبيها تحت مغرس مع صفاء. وهنجيبها صفاء دي منين بقى ان شاء الله؟ احنا ممكن ننادي ونقول يا صفاء واللي ترد تبقى هي دي صفاء. مين اللي ترد؟ الحسينة. ده الكلام ده فلاين كينج بقى يا جماعة. لعلمك اذكى طائر على وجه الارض الحصان، يجي بعديه في المرتبة التانية الكنغر والتالتة السنجاب. ده حقيقي، انا قريت المعلومة دي على جوجل ماب. معلش انا اسف يا جماعة، ممكن طلب؟ انا عارف ان انتم مأجلين موضوع الخلفة شوية عشان ظروفكم، ممكن نمنعه خالص لان الابن اللي انتم هتخلفوه هيجي في المرتبة الرابعة من الذكاء بعد الكنغر والسنجاب. انا قريت ده برضه في جوجل مابس. يا بهايم فكروا شوية، هتلاقوا ان اسامي الحسنة مكتوبة على العنابر. بس والله العظيم يا فخر احنا لو نادينا. بس بقى بس. ايه ده؟ صفاء التوخي يالا، شكلها بتصور مسلسل جوه، تيجي نتصور معاها؟ يلا استنوا، في صفاء تانية، صفاء السبع. لا كده لخبطة قوي بقى كده. معاكي حق. طيب معلش بقى فخر، انا مضطر انادي. اتفضل نادي. بص يا صفاء وصفاء، انا هنادي واللي معاها الفلوس ترد عليا. يا صفاء يا صفاء. اهي ردت يا فخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا سيد، هو اي حد ينادي على حسين ترد عليه ولا انت ربنا مديك السوبر هيرو دي؟ استنى انا هجرب. يا صفاء انت متاكده انت الحصانه اللي معاكي الفلوس؟ طبعا. يبقى البورس اللي كان بيكلمني في البيت ما كانش تهيؤات، ده كان بيقول لي اعمل لي شويه شاي معاك يا فخر. هخش اسحب المهره عشان ندور جوه براحتنا. ماشي. يا صفاء يا صفصف قوم. يلا يا صفاء يلا قوم قوم يا صفصف يلا يلا تعال يلا. اقف عندك انت وهي. يا نهار اسود، دي طلع نصها حصان ونصها صفاء. في ايه يا صفاء؟ انت بتعملي كده ليه؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ يعني مش المهرة صفاء، علي سكر الدايف، وانتوا عشان حفله من الاغبياء وقعتوا في المخرز. والله يا صفاء احنا كنا جايين وكل نيتنا خير. بقول لكم ايه، انا مش هقتلكم واظفر يدي بدمكم، انا هبلغ عنكم البوليس عشان تعيشوا بعاركم طول عمركم قدامنا. استنى، لو عايز تحاسبهم حاسبني انا، انا اللي قلت لهم يسرقوا الفلوس. بالظبط، حاسبها هي، هي اللي قالت لنا نسرق. يلا خدها بقى قدام ريتاج. انت يا ريتاج؟ ليه يا بنت الناس؟ ناقصك فلوسي ياكي.